قتيل بالفكر والتحليل. آياته كالنور لا ترتضي بمثيل. قد أعجز البلغاء والنص خير دليل. ما رتل الرحمن وأتى به جبريل. أين الذي يرضاه؟ أين العقول؟ أين العقول؟ دكتور عبد الدائم الكحيل، الأستاذ الإعجاز العلمي في القرآن الكريم والسنة النبوية. الكثير منا يدخنون ولا ندري ما هي مخاطر هذا التدخين، ومنا من يستمر في هذا الخطر ومنا من يتوقف عنه. فماذا توصل العلم بخصوص التدخين دكتور؟ 4000 مادة ضارة موجودة في السيجارة التي تتناولها. سبحان الله، يعني كل إنسان يدخن يجب أن يعلم أن الدخان فيه 4000 مادة ضارة، على رأسها غاز ثاني أكسيد الكربون الذي هو غاز سام وخانق، وغاز أول أكسيد الكربون أيضا. وهناك مواد كثيرة جدا موجودة في هذا التبغ عندما يحترق وتأخذه إلى الرئتين. وبالتالي فإن السبب الرئيسي اليوم للإصابة بسرطان الرئة هو الدخان، وهذه حقيقة يقينية لم يعد هناك شك حولها. كما أن هناك حالات سرطان بسبب الدخان أو الإدمان أو الإكثار من هذا الدخان، سرطان الفم، سرطان اللسان، سرطان الحنجرة والعياذ بالله، وسرطان الرئة. مشاكل القلب سببها أيضا بشكل أساسي هو الدخان. لذلك أنت إذا ذهبت إلى طبيب القلب أول شيء يقول لك توقف عن التدخين مباشرة. لماذا؟ لأن هناك علاقة يقينية ومؤكدة بين أضرار ومشاكل القلب وأمراض القلب والنوبة القلبية وبين الدخان. ووجد أنه كمان بيزود نسبة الكوليسترول في الدم يا دكتور. يزيد نسبة الكوليسترول في الدم، ويؤثر أيضا على المرأة الحامل وبخاصة على الجنين. لذلك أخطر شيء عندما تقوم المرأة الحامل بشرب الدخان تؤذي جنينها مباشرة، لأن بعض المواد السامة تتسرب إلى الجهاز العصبي وإلى دماغ الجنين، ويمكن أن تحدث بعض التشوهات. وهناك مواليد مشوهون ولدوا بسبب الإدمان على الدخان من قبل الأم الحامل. هناك مشاكل أخرى أيضا تتعلق برائحة الفم، فالإنسان المدخن رائحته كريهة، فهو يؤذي نفسه ويؤذي من يدخن بالقرب منه. حتى رائحة ثيابه يظل فيها، ورائحة الثياب ورائحة المنزل ورائحة الجدران تبقى لفترة طويلة. حتى إن هناك ما يسمى بالتدخين السلبي، يعني عندما أنت تتناول هذا الدخان فإنك تلوث البيئة التي حولك، وبالتالي كل من هو قريب منك يستنشق شيئا من هذا الدخان، وله أضرار تشبه الأضرار التي تحدث على جسد هذا الذي يتناول الدخان. سبحان الله. دكتور، هل ديننا الحنيف نهانا عن التدخين؟ النبي عليه الصلاة والسلام له حديث عام يشمل كل شيء. قال عليه الصلاة والسلام: لا ضرر ولا ضرار، يعني لا يجوز لك أن تؤذي نفسك ولا تؤذي غيرك. وقال عليه الصلاة والسلام: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. فأنت عندما تدخن تؤذي غيرك أو تؤذي ابنك أو تؤذي جارك أو تؤذي من تجلس جنبه. النبي نهى عن هذا الأمر. الآية القرآنية ماذا تقول؟ العلم الحديث يقول إن التدخين يقصر العمر، وإن الإدمان على الدخان يؤدي بك إلى شيخوخة مبكرة، وإلى يعني يقصر عمرك بشكل عام، ويجعل في تجاعيد كمان. نعم، ويؤثر على الجلد وغير ذلك. الله تبارك وتعالى كيف أشار إلى هذا الانتحار البطيء؟ إنه انتحار ولكن بطيء يقوم به الإنسان.
قال عليه الصلاة قال سبحانه وتعالى: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. إذن هذا أمر من الله، أمرنا أن نبتعد عن أي شيء يضرنا، لأن جسدنا أمانة يعني. تمام. الجسد أمانة. نعم، سواء كان الخمر أو الدخان أو المنكرات أو أي مادة تضر الإنسان، لا يجوز لك أن تدخلها إلى جوفك، لأنك مسؤول أمام الله عن هذا البدن الذي هو أمانة بين يديك، فانظر كيف ستلقى الله عز وجل يوم القيامة. سبحان الله. شكرا جزيلا دكتور عبد الدائم الكحيل على المعلومة الجميلة دي. جزاكم الله خيرا وبارك فيكم يا أهلا وسهلا. هذا هو القرآن قد أنقذ الإنسان على الورى إحسانا بالذكر والدعوات يا مبصر الأكوان الذكر خير لسان جود من الرحمن فتح الهدى جنات.